السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على الملعب تاع دويرة، حيث أنه كما قلت سابقا العملية تاع وضع الكراسي راهي في وتيرة جد متسارعة. والملاحظ من هذا الصور اللي أخذت البارح وصبيحة اليوم أنه تم إضافة لون أصفر، يعني كراسي باللون الأصفر، واللي زادت من رونق هذا الملعب. وكذلك فيه أشغال خارجية راهي سايرة لإتمام التهيئة الخارجية لهذا الملعب. إذن هذه هي آخر صور لملعب تويرا. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.